استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه في الرفاع اليوم السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية الصديقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها في المملكة. وخلال اللقاء هنأ سموه السفيرة الإيطالية على التعيين، متمنيا سموه لها كل النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون مع الجمهورية الإيطالية في مختلف المجالات. من جانبها أعربت السفيرة الإيطالية عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه بكل ما يرتقي بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى القطاعات، ونقلت إلى سموه تحياتي وتقدير حكومة بلادها على جهود سموه في سبيل الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين.